السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء طلاب الفرقة الثالثة. إن شاء الله هنبدأ مع بعض المحاضرات الإلكترونية لمادة Governmental Accounting. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Chapter 3 Accounting Treatment of Revenues Proceeds in Governmental Entities، المعالجة المحاسبية لعمليات الإيرادات في الوحدات الحكومية. طب عايزين نعرف مع بعض إيه هي محتويات الشابتر بتاعنا. أول حاجة cash collections throughout the public treasuries or the sub treasuries، التحصيل لإيرادات نقدا عن طريق public treasuries خزائن عامة أو sub treasuries خزائن فرعية. وهنعرف دلوقتي يعني إيه public treasuries ويعني إيه sub treasuries. تاني وسيلة عندي من وسائل تحصيل الإيرادات collection throughout the checks، التحصيل عن طريق الشيكات. تالت وسيلة collection throughout the postal orders or transfers، التحصيل عن طريق مكاتب البريد او التحصيل من خلال الحوالات البريدية. طيب عايزين نعرف حاجة مهمة جدا، ايه الديفرنس بين financial accounting and governmental accounting in recording the revenues proceeds، ايه الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية في تسجيل عمليات الإيرادات. أنا في الفاينانشال أكاونتنج يا جماعة كنا بنفتح أكاونت اسمه كاش النقدية، ده طبعا أسد أصول. في الجفرمنتال أكاونتنج هفتح حساب اسمه إيه؟ تريجري، خزينة. ده لو بابليك تريجري، خزينة إيه؟ عامة. وهنعرف كمان شوية يعني إيه خزينة عامة. يبقى لو أنا عندي بابليك تريجري بفتح أكاونت اسمه تريجري خزينة. أور كاش أندر أدجستمنت، نقدية تحت التسوية. ده لو إيه؟ لو سب تريجرز، لو خزينة أو خزائن فرعية. يبقى الكاش هنا في الفاينانشال اكاونتنج بيقابله هنا في الجفرمنتال اكاونتنج، يا اما تريجري لو بابليك او كاش اندر ادجستمنت لو سب تريجرز، لو خزينه فرعيه. يبقى لو بابليك لو خزينه عامه بفتح اكاونت اسمه تريجري في الديبت، لو خزينه فرعيه بفتح اكاونت اسمه كاش اندر ادجستمنت، نقديه تحت التسويه، وكمان بقدر في الديبت. طيب تاني حاجه عندي اكاونت اسمه كريديتورز اللي هو الدائنون، ده في الفاينانشال اكاونتنج. بيقابلوا ايه في governmental accounting؟ بيقابلوا account اسمه current account of credit amounts under adjustment، جاري مبالغ داينة تحت التسوية، وده طبعا بيبقى فين؟ في الكريدت. يبقى الكريدتورز دول بيقابلهم هنا في governmental current account of credit amounts under adjustment، جاري مبالغ داينة تحت التسوية. دول اشخاص ليهم فلوس عند الوحدة الحكومية، فبفتح لهم account بخليه ايه؟ بخليه كريدت. طب عندي اكونت تاني اسمه كاستمرز، العملاء او المدينون، بيقابلوا ايه في الجفرمنتال؟ بيقابلوا current account of debit amounts under adjustment، جاري مبالغ مدينه تحت التسويه، ده طبعا بخليه فين؟ بخليه في الديبت. ليه؟ عشان المدينون دول اللي هم الديبتس اكونتس، دول اشخاص عليهم فلوس لصالح مين؟ لصالح الوحده الحكوميه بتاعتها، فبخليهم فين؟ بخليهم في الديبت. يبقى عندنا حسابين مهمين جدا يا جماعه، current account of credit amount under adjustment ده credit، بعد كده بعمل له closed في الديبت، وعندي حساب تاني اسمه current account of debit amount under adjustment اللي هو جاي مبالغ مدينه تحت التسويه، ده debit، بعدين بعمل له closed ايه؟ في credit. طب عندي بقى حساب مهم جدا اللي هو البنك، لما يكون عندي شيك كنت بفتح account اسمه بنك، بيقابلوا ايه في governmental؟ current account of central bank، جاب البنك المركزي. طبعا لو انا عندي increase in bank يبقى debit، طب لو عندي decrease in bank يبقى credit. يبقى لو انا فلوسنا فلوس الوحده الحكوميه في البنك المركزي حصل لها increase، يبقى اذا current amount of central bank هيبقى debit عشان ده asset. طب لو حصل decrease في حسابنا اللي في البنك المركزي، إذا يبقى current account of central bank هيبقى credit. تعال نشوف عندنا بقى أول وسيلة تحصيل اللي هي cash collection، تحصيل الإيرادات نقدا. قال لي أول حاجة عندي لو أنا بحصل نقدا لازم أعمل تفرقة بين public treasuries و sub treasuries. طب تعال نشوف أولا إيه public treasuries. قال لي these treasuries are existing in the main governmental entities such as the governorates
the post offices the central bank يبقى public treasuries اللي هي الخزائن العامة قال لي ايه هي عبارة عن الخزائن اللي موجودة في الوحدات الحكومية الأساسية زي ايه المحافظات governorates post offices مكاتب البريد central bank البنك المركزي يبقى أي treasury موجودة في الgovernorates والبوست اوفيسز والسنترال بانك بسميها بابليك تريجرز خزينه ايه؟ عامه. طيب بيقول لي if the collection are in the favor of the same governmental entity لو انا عندي بحصل ايرادات تخص نفس الوحده الحكوميه يبقى بحصل ايرادات بتاعتي تخصني يبقى البابليك تريجر هنا او الخزينه العامه حصلت ايرادات تخص نفس الوحده الحكوميه اللي هي فيها. يبقى ايه الجورنال انتري هنا؟ لما انا احصل نقدا يبقى انا عندي التريجري الفلوس اللي في التريجري ايه اللي هيحصل لها؟ انكريز تبقى ديبت يبقى انكريز ان تريجري وبالتالي انكريز ان اسيت اذا تبقى التريجري هنا ايه؟ ديبت يبقى ديبت تريجري كريدت ايه؟ ريفينيوز الايرادات لان طبعا الايرادات عارفين ان هي كريدت يبقى في الحاله دي هقول ديبت تريجري كريدت ريفينيوز ده لو انا عندي كوليكشن للسيم governmental entity تحصيل لنفس الوحدة الحكومية يبقى الخزنة هنا هتزيد تبقى debit treasury و credit revenues. طب الاحتمال التاني عندي قال لي if the collections are from sub treasury of another governmental لو البابليك treasury بتاعتي بتحصل revenues تخص another governmental تخص وحدة حكومية أخرى يبقى أنا عندي مثلا governmental A collected revenue related to governmental B يبقى في الحالة دي احنا حصلنا إيرادات مش بتاعتنا دي بتخص governmental مين؟ B. طب ايه journal entry لو أنا هعمل record في governmental entities A في الوحدة وفي الوحدة الحكومية اللي هي A أقول إيه debit treasury الخزنة عندي ايه اللي هيحصل لها؟ increase يبقى دي بالتريجري. طيب الكوليكشن دي مش بتاعت الجفرمنتال ايه؟ مش بتاعت الجفرمنتال انتيتي ايه؟ لا دي الكوليكشن دي او الريفينيوز دي ريليتد تو جفرمنتال يونت بي بتخص الوحده الحكوميه بي. اذا يبقى جفرمنتال انتيتي بي ليها فلوس عند جفرمنتال انتيتي ايه؟ طالما ليها فلوس عند ايه يبقى انا بسجلها عندي credit بقول current account of credit amounts under adjustment جاي مبالغ داينه تحت التسويه يبقى اقول debit treasury خزنه زادت بقت debit وهقول current account of credit amounts under adjustment جاي مبالغ داينه تحت التسويه تمام وبين قوسين هنا هنحط governmental entity B يبقى المبالغ دي بتاعت مين الوحده الحكوميه B يبقى انا عملت هنا فتحت اكونت كريدت عشان اثبت فيه الفلوس بتاعت الجفرمنتال انتيتي بي. طب قال لي وين درو اشيك ان فيفر ذا انذر جفرمنتال انتيتي عند اصدار شيك لصالح الوحده الحكوميه الاخرى اللي هي بي هنعمل ايه بقى؟ قال لك اول حاجه تعملها احنا كنا فاتحين هنا حساب وسيط اللي هو كارنت اكونت اوف كريدت اماونتس اندر ادجستمنت جاي مبالغ داينه تحت التسويه كنا فاتحينه هنا حساب وسيط عشان نثبت فيه الفلوس بتاعت governmental entity B حقهم انا كنت فاتحه هنا كريدت قال لك على طول تعمل له كلوزد في الديبت طالما انت هتديهم شيء بالفلوس بتاعتهم يبقى اقول current account of credit amounts under adjustment جاي مبالغ داينه تحت التسويه في الديبت كريدت ايه؟ شيكس الشيكات يبقى انا لما اعمل issued للشيكات ايه اللي بيحصل؟ بيحصل decrease in شيكس بيحصل ان الشيكات بتقل تبقى فين بقى؟ تبقى في الكريدت يبقى خلي بالنا يا جماعه ان العمليه دي كده مرتبطه بمين؟ بالعمليه اللي فاتت انت هنا كنت بتقول ديبت تريجري كريدت كارنت اكونت اوف كريدت اماونتس اندر ادجستمنت يبقى من حساب اللي هي الخزينه الى جاري مبالغ داينه تحت التسويه طبعا الحساب الدايم ده او عامل له كلوزد هنا في الديبت أو لما اديهم الشيك بتاعهم يبقى أقول debit current account of credit amounts under adjustment credit mean sheets طبعا هنا بردك بين قوسين governmental entity B
يبقى انا فتحته في الاول كريدت، بعدين هعمل له كلوزد فين؟ في الديبت. امتى؟ اول لما هعمل لهم ايشود لمين؟ للشيك. اول لما اديهم شيك بفلوسهم. طيب تعال نشوف كده مثال على البابليك تريجري. نمبر 1 ذا تريجري اوف كايرو جوفرنوريت كولكتد ان اماونت اوف 10,000 ايجيبشن باوند ريفينيوز اوف ا سبيسيفيك. طيب بيقول لي خزينه محافظه القاهره حصلت 10,000 جنيه ايرادات محدده النوع. يعني ايه محدده النوع يا جماعه؟ يعني مثلا حصلت تاكسز ضرايب او جالها جرانتس منح، يبقى التاكسز اللي هي شابتر 1 في الريفينيوز ده كده ايه؟ ال 10,000 دول تاكسز محدد النوع، او جرانتس منح او اذر ريفينيوز اللي هو شابتر 3 مثلا. طيب قال لي ذا تريجري اوف كايرو جوفرنوريت كولكتد ان اماونت اوف 50,000 ايجيبشن باوند فروم سب تريجري اوف انذر جوفرنمنتال بي. بيقول لي خزينه محافظه القاهره حصلت 50,000 جنيه تخص انذر جوفرنمنتال بي، تخص وحده حكوميه اخرى اللي هي بي. 3 زكايو جوفرنوريت ايشود اشيك ان ذا اماونت اوف 50,000 تو انذر جوفرنمنتال بي. بيقول لي محافظه القاهره اصدرت شيك 50,000 جنيه لصالح الوحده الاخرى اللي هي بي. بيقول لي بريبير The journal entries اعداد قيود الايه اليومية. تعال نشوف كده يا جماعة العملية الاولى. بيقول لي The treasury of Cairo governorates collected 10,000 جنيه revenue of a specified type. واللي خزن جامعة القاهرة حصلت revenue ب 10,000 جنيه. طب ما احنا عارفين ان Cairo governorates public treasury خزينة عامة. طب الخزنة العامة لما تحصل فلوس هيحصل عندها ايه؟ increase in treasury زيادة في الخزينة. اذا يبقى increase in asset. يبقى انا هعمل اكاونت هنا اسمه تريجري اخليه ديبت، يبقى ديبت تريجري. كريدت مين بقى؟ كريدت ريفينيوز. يبقى ديبت تريجري ب 10,000 كريدت ريفينيوز 10,000. يبقى ديبت تريجري كريدت ريفينيوز بكام؟ 10,000 ب 10,000 جنيه. ليه فتحنا هنا اكاونت اسمه تريجري؟ عشان الكايرو جوفرنوريتس اللي هي محافظه القاهره دي بابليك تريجري خزينه عامه، فبعمل اكاونت هنا اسمه تريجري في الديبت. طب انت عملت كوليكتد لمين؟ لريفينيوز، يبقى ديبت تريجري كريدت ريفينيوز. طيب العمليه رقم 2 بيقول لي تريجري اوف كايرو جوفرنمنت كوليكتد 50,000 جنيه فروم سب تريجري من خزنه فرعيه لوحده حكوميه اخرى. اذا يبقى محافظه خزينه محافظه القاهره هنا كوليكتد خدت 50,000 جنيه مش بتوع يخص مين؟ جوفرنمنتال بي، يخص الوحده الحكوميه بي. طب طالما هي عملت كوليكتد اذا يبقى حصل عندها انكريز ان تريجري، يبقى ديبت تريجري. يبقى اول لما بابليك تريجري كولكتد ريفينيوز يبقى على طول ديبت تريجري. كريدت ايه بقى؟ كريدت كرنت اكونت اوف كريدت اماونتس اندر ادجستمنت، جاري مبالغ داينه تحت التسويق. وهنا بين قوسين هنحط بي، يبقى انا هنا خدت فلوس ما تخصش الوحده الحكوميه بتاعتي، تخص الوحده الحكوميه بي. اذا يبقى انا عشان اثبت حق الوحده الحكوميه بي ان الوحده الحكوميه بي ليها فلوس عندنا، يبقى انا هحطها عندي فين؟ في الكريدت، في الدائنون. دائنون طبعا اسمهم كريدتوز لو انا شغال فاينانشال اكاونتنج. احنا هنا قلنا بسميهم حساب اسمه كارنت اكاونت اوف كريدت اماونت اندر ادجستمنت، جاي مبالغ داينه تحت التسويق. يبقى بفتح الاكونت ده كريدت، بعد كده هعمل له كلوزد في الديبت. امتى؟ اول لما اعمل ايشود شيك، اصدر شيك ليهم. يبقى انا هقول ديبت هنا تريجري خزنه انكريس بقت ديبت كريدت كرنت اكونت اوف كريدت اماونتس اندر ادجستمنت بكام؟ 50,000. رقم 3 قال لي محافظه القاهره ايشود اشيك بالمبلغ تو انذر جوفرنمنتال اي بي. محافظه القاهره اصدرت شيك لجوفرنمنتال بي. يبقى هما كده خدوا فلوسهم. طب ما انا كنت مسجلهم عندي كريدت اللي هما بي، اللي هما كارنت اكونت اوف كريدت اماونتس اندر ادجستمنت. هعمل ايه بقى؟ هعمل لهم كلوزد في الديبت. يبقى هما هنا كانوا كريدت عشان اثبت حقهم ان هما ليهم فلوس عندنا. هعمل لهم كلوزد فين بقى؟ في الديبت. يبقى اقول كارنت اكونت اوف كريدت اماونتس اندر ادجستمنت كريدت مين؟ شيكس. طبعا احنا هنا عملنا ايشود للشيكس فحصل ديكريس فين؟ في الشيك. الشيكات قلت فبقت فين؟ في الكريدت. يبقى كريدت شيك. يبقى ده حساب وسيط لو جاي مبالغ داينه تحت التسويه في الكريدت، هعمل له كلوزد فين؟ في الديبت اول لما اديهم ايه؟ شيك. طبعا هنا برضك بين قوسين اللي هي جوفرنمنتال بي، وهنا بين قوسين جوفرنمنتال بي. تعال نشوف بقى تاني حاجه. لو انا عندي سب تريجريز خزينه فرعيه، زي ايه خزينه فرعيه؟ لو انا عندي مثلا فاكولتي اوف كوميرس كايرو يونيفرستي، خزينه كليه تجاره جامعه القاهره، دي كده خزنه ايه؟ خزنه فرعيه. طيب ايه الاحتمالات بقى بتاعت الخزنه الفرعيه؟
بيقول لي when collecting revenues of a specific type. يبقى when collecting revenues of a specific type عند تحصيل ايرادات محددة النوع. يبقى خلي بالي لما يكون في سب تريجرز خزنة فرعية بعمل بقى اكونت اسمه ايه؟ كاش اندر ادجستمنت، نقدية تحت التسوية، بخليه فين؟ في الديبت. ليه؟ عشان حصل عندي انكريز ان سب تريجري، زيادة في الخزنة الفرعية. يبقى زيادة هنا في الكاش، يبقى زيادة في الاصل. فبقى عندي بفتح حساب ديبت اسمه كاش اندر ادجستمنت. كريدت مين؟ ريفينيوز. يبقى خلي بالك لما يكون سب تريجري خزنة فرعية بعمل لها حساب اسمه كاش اندر ادجستمنت في الديبت. كريدت مين؟ ريفينيوز. امال هناك لو بابليك تريجري كنت بقول ديبت تريجري كريدت ريفينيوز. امال لو انا عندي سب تريجري بقول ديبت كاش اندر ادجستمنت كريدت ريفينيوز. طب الاحتمال الثاني بيقول لي when the amounts collected are paid into one of the public treasuries same administration. طيب هي الخزنه الفرعيه لما بتعمل collecting revenues لما بتحصل فلوس الكاش اندر ادجستمنت بتزيد انكريز، بعد كده كل الفلوس اللي في الخزنه الفرعيه دي بتاخدها تعمل لها سيل لبابليك تريجرز، بترسلها لمين؟ لخزنه عامه. يعني مثلا السب تريجرز الخزائن الفرعيه بتعمل كولكتد للفلوس، بتجمع كل الفلوس وسيند تو سنترال بانك، بتبعتها لمين؟ للبنك المركزي، او تبعتها سيند تو مينستري الوزاره وزاره الماليه. يبقى اذا الخزنه الفرعيه هنا بتعمل كولكت الفلوس بتاعتها، بعدين بتعمل تمويل الى مين؟ الى الخزنه العامه. طيب انا لما يكون عندي تحويل او سند ارسال من السب تريجري تو بابليك تريجري، اذا يبقى البابليك تريجري هنا ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها انكريز، يبقى انكريز ان تريجري، يبقى التريجري هنا ديبت. طب والسب تريجري هيحصل لها ايه؟ ديكريز. يبقى اذا هيحصل عندي هنا ديكريز في السب تريجري، يبقى عندي هنا ديكريز ان كاش اندر ادجستمنت، انخفاض في النقديه تحت التسويه. اذا يبقى ديبت تريجري كريدت ايه؟ كاش اندر ادجستمنت. يبقى لما السب تريجري بتدفع كل الفلوس او الكولكتد المتحصلات اللي عندها بتدفعها الى بابليك تريجري، اذا يبقى البابليك تريجري هيحصل لها انكريز، يبقى ديبت تريجري. طب والسب تريجري هيحصل لها ايه؟ ديكريز. يبقى هنا كاش اندر ايه؟ ادجستمنت. فتخلي بالك ان هنا لما السب تريجري كولكت ريفينيو خلص الفلوس عملنا كاش اندر ادجستمنت في الديبت. طب اول لما تعمل تحويل او سند الفلوس دي الى البابليك تريجريز هعمل كلوز لمين؟ للكاش اندر ادجستمنت. هو هنا كان ديبت، هقفله فين؟ في الكريدت. ليه؟ عشان حصل له ايه؟ ديكريز. يبقى هنا في الاحتمال الاول حصل انكريز ان كاش، فبقول ديبت كاش اندر ادجستمنت. الاحتمال الثاني هنا في السب تريجري حصل ديكريز ان كاش اندر ادجستمنت. يبقى الكود بتاع او الجورنال بتاعي هنا الجورنال انتري هقول ديبت تريجري عشان حصل لها انكريز بتاعت البابليك، كريدت كاش اندر ادجستمنت اللي هنا دي تحت التسويه عشان حصل ديكريز فين؟ في السب تريجري في الخزنه الفرعيه. طب بيقول لي وين ذا اماونتس كولكتد ار بيد انتو سنترال بانك. طبعا انت بتقول بقى ان انت هتدفع الفلوس دي كلها لمين؟ للبنك المركزي. اذا يبقى البنك المركزي او سنترال بانك هيحصل له ايه؟ انكريز. يبقى ديبت كرنت اكونت اوف سنترال بانك كريدت مين؟ كاش اندر ادجستمنت. يبقى من حساب جاري البنك المركزي الى حساب مين؟ نقديه تحت الايه؟ التسويه. يبقى خلي بالنا ان في الاحتمال بي انت بايد انتو ايه؟ بابليك تريجرز، فتقول ديبت تريجري كريدت كاش اندر ادجستمنت، يبقى كريدت هنا كاش اندر ادجستمنت، هنا الخزنه الفرعيه السب تريجري بيد انتو سنترال بانك، يبقى السنترال بانك بتاعنا او حسابنا في السنترال بانك اللي هيحصل له هيزيد، يبقى كرنت اكونت اوف سنترال بانك انكريز ان كرنت اكونت اوف سنترال بانك، يبقى كرنت اكونت اوف سنترال بانك ديبت. كريدت مين بقى؟ كاش اندر ادجستمنت، لان حصل ديكريز في الكاش اندر ادجستمنت اللي هي ديكريز فين؟ في السب تريجرز. هناخد اكزامبل كده، بيقول لي ذا تريجري اوف فاكولتي اوف كوميرس كايرو يونيفرستي كولكتد ان اماونت اوف 40,000 ايجيبشن باوند ريفينيوز اوف ا سبيسيفيك تايب. بيقول لي خزينه كليه التجاره جامعه القاهره حصلت مبلغ 40,000 جنيه ايرادات محدده للايه؟ النوع. بعدين قال لي نمبر 2 ذا فاكولتي اوف كوميرس كايرو يونيفرستي بيد ذا كولكتد اماونت اوف 40,000
Egyptian pound to ministry. To the ministry. بيقول لي خزينة كلية التجارة دفعت الفلوس اللي حصلتها دي إلى وزارة المالية. الوزارة. بعد كده قال لي نمبر 3 ذا فاكولتي اوف كوميرس كا يونيفرستي بي ذا كوليكتد اماونت اوف 40,000 ايجيبت باوند تو ذا سنترال بانك. دفعت الفلوس كلها من البنك المركزي. طب تعال نشوف كده بيقول لي فاكولتي اوف كوميرس كا يونيفرستي دي خزينه كليه تجاره جامعه القاهره. اذا دي سب تريجري خزنه ايه؟ فرعيه. طب السب تريجري دي لما عمل كوليكتد حصلت ريفينيوز ايرادات يبقى السب تريجري هنا اللي هيحصل لها انكريز يبقى انكريز ان كاش اندر ادجستمنت يبقى ديبت كاش اندر ادجستمنت كريدت مين ريفينيوز بكام؟ بال 40,000 40,000 جنيه يبقى الجورنال انتريز بتاعتي نمبر 1 اهي لازم اشوف دي طبعا ايه سب تريجري يبقى حصل انكريز ان كاش اندر ادجستمنت يبقى انكريز ان اسيد يبقى الكاش اندر ادجستمنت ديبت ب 40,000 كريدت مين؟ عارفين ان الريفينيوز دايما بتبقى كريدت يبقى كريدت ريفينيوز بكام؟ 40,000 يبقى ديبت كاش اندر ادجستمنت كريدت ايه؟ ريفينيوز. طيب نمبر 2 قال لي ان خزينه كليه التجاره جامعه القاهره بيت دفعت الفلوس تو مين؟ تو منستر وزاره الماليه. طب ما المنستر دي بابليك تريجري خزينه ايه؟ عامه. والفاكولتي اوف كوميرس خزينه فرعيه. طيب يبقى لما الفاكولتي اوف كوميرس بيت تو منستر يبقى البابليك تريجري في منستري احصل لها انكريز يبقى ديبت تريجري. طب والسب تريجري للفاكولتي اوف كوميرس يحصل لها ايه؟ ديكريز. يبقى انت خدت من الفاكولتي اوف كوميرس وديت لمين؟ وديت للبابليك تريجري يبقى بابليك تريجري انكريز يبقى ديبت هنا ايه؟ ديبت تريجري. والسب تريجري اللي هي الفاكولتي اوف كوميرس الخزينه الفرعيه لكلية التجارة جامعة القاهرة اللي يحصل لها ديكريز يبقى كريدت هنا ايه؟ كاش اندر ادجستمنت. يبقى عندي ديبت تريجري حصل لها انكريز اللي هي بتاعت المينستري وزارة كريدت كاش اندر ادجستمنت بكام؟ 40,000. يبقى انت هنا في نمبر 1 لما عملت كوليكتد بقى ديبت كاش اندر ادجستمنت. طب نمبر 2 دخلت كوليكتد دي كلها سيند تو مينستري بعتها لمين؟ كوليكتد اماونت سيند تو مينستري بعتها للوزاره او بعتها للبابليك تريجري يبقى بابليك تريجري انكريز. طب وفي البابليك تريجري بيعمل اكونت اسمه تريجري يبقى قول ديبت تريجري والسب تريجري اللي هي فاكولتي اوف كوميرس هيحصل لها ديكريز يبقى قول كاش اندر ادجستمنت يبقى ديبت تريجري كريدت كاش اندر ادجستمنت. نمبر 3 قال لك الفاكولتي اوف كوميرس بي تو ذا كوليكتد اماونت تو ذا سنترال بانك وعرضت الفلوس كلها لمين؟ للسنترال بانك يبقى كرنت اكونت اوف سنترال بانك هيحصل له انكريز الفلوس هتزيد فين؟ في السنترال بانك تبقى ديبت يبقى ديبت كرنت اكونت اوف سنترال بانك 40,000 كريدت كاش اندر ادجستمنت ب 40,000 يبقى في لحظه نمبر 2 و 3 عملت كلوزد لمين؟ للكاش اندر ادجستمنت عملتها كلوزد في الكريدت انت كنت الاول عامل لها اوبن ديبت فتح لها اكونت في الديبت لما وردت الفلوس مره للمينستري ومره تاني للسنترال بانك قفلتها فين؟ في الكريدت بس لما تعمل للمينستري دي هتقول تريجري دي خزنه عامة فقلت تريجري لما بودي بقى البنك المركزي بقول current account of central bank يبقى increase in current account of central bank يبقى debit و decrease in cash under adjustment بقت ايه؟ credit. تعال نشوف تاني وسيلة عندي collection by checks لو انا هحصل revenues by checks بواسطة الشيكات. قال لي the accounting treatment of collection checks have been by account code checks under collection
بفتح هنا اكونت جديد اسمه شيكات تحت التحصيل. At the receipts of the checks and dispatching them to the central bank. بيقول لك لما يكون عندنا متحصلات عن طريق الشيكات فبعمل هنا account. انت هنا received check الوحدة او governmental entity received check تستلم شيكات يبقى يحصل increase in check. increase in check يبقى تبقى debit. بس هسميها ايه بقى؟ عشان هسميها شيكس اندر كوليكشن، شيكات تحت التحصيل فين؟ في الديبت. طب وانت عملت تحصيل لمين؟ للريفينيوز. احنا اتفقنا من شويه قبل كده ان الريفينيوز بتيجي دايما كريدت لان هي كريدت. الريفينيوز كريدت والاكسبنسز ديبت. يبقى انت هنا حصلت بوسيله الشيكات او عن طريق الشيكات انت بتستلم ريسيفد شيك. يبقى يحصل increase in check تبقى debit. يبقى debit checks under collection. credit mean revenues. بيقول لك at receipt of the credit advice from the central bank. عند استلام اشعار ائتماني من البنك المركزي. انت ارسلت الشيكات دي لمين؟ send to او dispatching to central bank. وديتها البنك المركزي عشان تعمل ايه؟ عشان تتحصل. طب جالك اشعار ائتماني كريدت ادفايس من السنترال بنك ان هي اتحصلت واتضافت في حسابنا في البنك المركزي. يبقى حساب الوحده الحكوميه في السنترال بنك هيحصل له انكريز. يبقى انكريز ان كارنت اكونت اوف سنترال بنك. يبقى ديبت كارنت اكونت اوف سنترال بنك. كريدت مين؟ شيكس اندر كوليكشن، شيكات تحت الايه؟ التحصيل. اذا يبقى انا كنت عامل اكونت هنا ديبت للشيك اندر كوليكشنز شيكات تحت التحصيل عشان لسه ما حصلتهاش. طب اول لما يجي لي اشعار نوتيفيكيشن من البنك ان هي اتحصلت كوليكشن يبقى الشيك اندر كوليكشن الديبت ده اقفله فين؟ اعمله كلوزد في الكريدت. يبقى اقول ديبت current account of the central bank credit checks under collection. يبقى هو كان هناك debit. انت في العمليه اللي فاتت قلت ايه؟ debit check under collection credit revenues. العمليه دي هتقفل بقى الشيك under collection هتقفلها فين؟ في الكريدت. يبقى debit current account of the central bank credit check under collections. ليه؟ عشان جالك اهو اشعار ائتماني يفيد الايه؟ التحصيل. طب هي ممكن تترفض؟ ممكن تترفض. بيقول لي at receipts of advice from the central bank stating refused to collect sheet. ممكن هنا طبعا لأي سبب من الأسباب الشيك يترفض، مثلا عدم كفاءة الإيه؟ الرصيد. الرصيد بتاع الإيه؟ اللي هو المدين اللي عليه الفلوس يعني. ففي الحالة دي بنعمل كريد عكسي، عكس الإيه؟ الكريد الأولاني خالص. انت كده الاولاني لما كنت بتعمل تحصيل بتقول ايه؟ شيك اندر كوليكشن لمين؟ لريفينيوز. لا انت هتلغي الكود ده، تعمل كانسل لمين؟ للكود الاولاني في حاله الريفيوز. هتقول ايه بقى؟ هتقول ديبت ريفينيوز باي اكسكلوجن الايرادات بالاستبعاد الى الشيكس اندر ايه؟ كوليكشنز. يبقى انت في الحاله دي بشيل الايه؟ المتحصلات دي منين؟ من الايرادات. فبيحصل ديكريز للايرادات. فلما اقول ديكريز للايرادات بتيجي فين؟ بتيجي في الديبت. بس بقول ايه؟ ريفينيوز باي اكسكلوجن ايرادات بالايه؟ بالاستبعاد الى مين؟ شيكس اندر كوليكشن. دي الحاله الوحيده اللي الايرادات بتيجي فيها ديبت، لما يكون في عندي ريفيوز لمين؟ للشيك بتاعي. يبقى ديبت ريفينيوز باي اكسكلوجن كريدت شيك اندر كوليكشنز. طب بيقول لي اف ذا شيك ريبريزنت ديبت اكونت. لو الشيك ده يمثل ايه؟ حساب مدين، يعني عدم كفاية الرصيد. فبفتح حساب طبعا هنا، اول ما يقول لك ديبت اكونت يعني صاحب الشيك هنا اللي هو المدين معهوش فلوس او حسابه في البنك لا يكفي، الرصيد لا يكفي. فطالما احنا كوحدة حكومية ما حصلناش فلوسنا اللي هي عن طريق الشيك ده او الشيكات، فيبقى لسه المدين اللي هو صاحب الشيك هيفضل مدين. فبقول current account of debit amounts under adjustment جاي مبالغ المدينة تحت التسويه الى حساب ايه؟ checks under collection الى حساب شيكات تحت الايه؟ التحصيل.
يبقى لو صاحب الشيك ده او المدين اللي هو اللي عليه الفلوس رصيده في السنترال بانك مش كافي، يبقى الشيك هيحصل له ريفيوز هيرجع. فكده بيقول لي ان الشيك ده ديبت اكاونت مفيش فلوس عشان يتصرف الشيك. فبقول ديبت current accounts of debit amounts under adjustment credit checks under collections. طب بيقول لي if the debtor pays the amount in cash to the sub treasury or public treasury. لو المدين ده بقى دفع الفلوس اللي عليه كاش نقدا ل public treasury خزنة عامة او خزنة ايه فرعية، هو لو راح دفع الفلوس اللي عليه في خزنة عامة يبقى التريجري بتاعتنا ايه هتزيد، يبقى ديبت تريجري. طب لو دفع في سب تريجري في خزنة فرعية يبقى اقول كاش اندر ادجستمنت نقدية تحت الايه التسويق. طب لازم بقى تقفل الحساب الوسيط اللي احنا فتحناه ده اللي هو current account of debit amounts under adjustment. انت كنت فاتحه هنا account فاتحه debit، يبقى لازم اقفله هنا اعمله closed فين في الكريدت. ليه؟ طالما حصلنا فلوسنا نقدا يبقى احنا كنا عاملينه هنا في الديبت ديبت اماونتس في الديبت سايد. ليه؟ عشان اثبت ان الشخص صاحب الشيك ده هو لسه عليه فلوس انا ما حصلتهاش. طب اول لما حصل منه نقدا سواء بابليك تريجري او سب تريجري قال لك خلاص تقفل الحساب الوسيط ده، انت كنت فاتحه ديبت قال لك اقفله فين في الكريدت. يبقى قول ديبت تريجري لو بابليك او ديبت كاش اندر ادجستمنت لو سب تريجري credit current account of debit amounts under adjustment اللي هي جاي مبالغ مدينة تحت التسويق. تعال نشوف مثال كده مع بعض. بيقول لي the ministry received three sheets an amount of 6,000, 7,000, 5,000 Egyptian pound as receipt for their revenues as a specific type and dispatching them to the central bank. بيقول لي الوزارة استلمت 3 شيكات قيمتهم 6,000, 7,000, 5,000 كمتحصلات لإيه؟ لريفينيوز للإيرادات بتاعتها، لإيرادات محددة النوع، وأرسلت الشيكات دي كلها ديسباتشنج أرسلتها لمين؟ للسنترال بانك، للبنك الإيه؟ المركزي. 2 قال لك ذا فيرست أند سكند شيك إن أماونت أوف 6,000 و7,000 وير كولكتد باي سنترال بانك، تم تحصيل الشيك الاول والايه والثاني بواسطه البنك المركزي. على ذا سنترال بانك ستيتنج ريفيوز تو كولكت ذا سيلد شيك ان اماونت اوف 5000 بيكوز ذا شيك ريبريزنت ذا ديبت اكونت. بيقول لك البنك المركزي رفض تحصيل الشيك الثالث اللي هو ب 5000 جنيه عشان يمثل حساب مدين، يعني ايه؟ عدم كفايه الرصيد. يبقى المدين اللي هو صاحب الشيك اللي عليه الفلوس ده ما عندوش رصيد في البنك، اذا فالشيك ايه؟ البنك المركزي رفضه. بعد كده بيقول لك ذا ديبتور بيز ذا اماونت اوف ذا سيلد شيك ان كاش تو ذا بابليك تريجري. المدين دفع الفلوس اللي عليه نقدا في خزنه عامه. واللي بيبيع جورنال ايه؟ انتريز. عايز يعمل بقى جورنال انتري. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوزاره ريسيفد 3 شيك ب 6,000, 7,000, 5,000 استلمت 3 شيكات قيمتهم 6,000, 7,000, 5,000 لا كايه؟ كايرادات. طب انا لما اعمل ريسيفد للشيكس هيحصل عندي انكريز ان شيك، بس انا ما اعرفش الشيكس دي كلها كولكتد او ريفيوزد تتحصل ولا تترفض. فبقول debit sheets under collection credit mean revenues credit revenues. احنا قلنا الايرادات بتيجي في الايه؟ في الكريدت سايد الجانب الايه؟ او الطرف الدائن. يبقى الكيد الاولاني عندي انا received sheet، يبقى اقول debit sheets under collection. ليه قلت under collection شيكات تحت التحصيل؟ عشان انا ما اعرفش هل collected or refused تتحصل ولا تترفض. يبقى debit sheets under collection credit mean revenues بكام بقى يا جماعه؟ قال لك بالتوتال بتاع ال 3 شيكس اللي هم 6,000 و7,000 و5,000 يبقى مجموعهم كلهم كام؟ 18,000.
يبقى debit checks under collection 18,000 credit revenue 18,000. يبقى انا هنا جمعت الايه الثلاث شيكات. طيب قال لي ايه رقم 2؟ بيقول لي first and second sheet were collected by central bank. تم تحصيل الشيك الاول والثاني. يعني ايه تحصله؟ يعني اتضافوا في حسابنا في حساب الوحده الحكوميه في البنك المركزي. يبقى حسابنا في البنك المركزي فلوسنا اللي في البنك المركزي هت ايه؟ هتزيد. طالما حصل كوليكشن لفيرست اند سكند شيك يبقى فلوسنا هتزيد. يبقى اقول كرنت اكونت اوف سنترال بنك ديبت كريدت مين شيكس اندر كوليكشنز بكام بقى؟ بالتوتال بتاع الشيك الاول والثاني اللي هم ال 6000 وال 7000 يبقى 13000. يبقى اقول هنا ديبت كرنت اكونت اوف ذا سنترال بنك كريدت شيكس اندر كوليكشنز بكام؟ 6000 و7000 يبقى 13000 وهنا 13000. يبقى طالما حصل كولكتد للفيرست اند سكند شيك يبقى حصل انكريس في السنترال بنك، زياده في حسابنا في البنك المركزي تبقى ديبت، يبقى كارنت اكونت اوف سنترال بنك. تعمل ايه بقى؟ تقوم قافل. انت هنا كنت عامل شيك اندر اكونت كولكشن كنت عامله ديبت، تقفله فين بقى؟ في الكريدت. طالما ايه اتحصلت، طالما الشيكين اتحصلوا يبقى تقفل تعمل كلوزد في الكريدت سايد بايه؟ بالاماونت بتاع الفيرست اند سكند شيك. طيب رقم ثلاثه يقول لي ذا سنترال بانك ريفيوز تو كوليكت ذا سيرد شيك بيكوز ذا شيك ريبريزنتس ذا ديبت اكونت. يقول لي البنك المركزي رفض يحصل الشيك الثالث عشان هو حساب ايه؟ الشيك ده يمثل حساب مدين، يعني عدم كفايه الرصيد. أو لما يقول لك ريبريزنت ديبت اكونت يبقى هنا المدين لسه عليه فلوس لمين؟ للوحدة الحكومية. يبقى أنا كوحدة حكومية لازم أسجل عندي صاحب الشيك ده أسجله مدينوم. بس لو أنا شغال فاينانشال أمال أنا دلوقتي جفرمنتال، فقلنا بقى مش هقول مدينوم اللي هما كاستمر، هقول إيه؟ هقول في الديبت حساب اسمه كارنت أكونت أوف ديبت أماونت أندر أدجستمنت، جاي مبالغ مدينة تحت التسوية. كريدت مين بقى؟ شيكس اندر كوليكشن، شيكات تحت الايه؟ التحصيل. بايه؟ بقيمه بالاماونت اوف سيرد شيك بقيمه الشيك الثالث اللي هي كانت كام يا جماعه؟ اللي هي ب 5000 جنيه. يبقى سواء انت عملت سواء الشيك كوليكشن او كوليكتد، لو الشيك اتحصل بقول ايه؟ كريدت شيك اندر كوليكشن. طب لو ريفيوزد نفس الكلام شيك اندر كوليكشنز. يبقى سواء كوليكتد او ريفيوز لازم الشيك اندر كوليكشن انت كنت ايه عامل له اوبن ديبت، كنت فاتحه ديبت، لازم تقفله هنا كريدت سواء في كوليكتد او تقفله هنا كريدت سواء في الايه في الريفيوزد. يبقى اول لما يقول يا جماعه ريفيوزد وان الشيك ده ريفيزد ديبت اكونت بيمثل حساب مدين، يبقى على طول بفتح حساب في المدينه اهو اسمه كارنت اكونت اوف ديبت اماونتس اندر ادجستمنت، جاي مبالغ مدينه تحت التسويق باسم صاحب مين؟ الشيك او اسم المدين. يبقى بين قوسين هنا اسم المدين. كريدت ايه؟ شيكس اندر كوليكشنز بكام؟ 5000. رقم 4 قال لك ذا ديبتور بيز ذا اماونت اوف ذا سيرد شيك ان كاش، او المدين جه دفع قيمه الشيك الثالث اللي اترفض نقدا في بابليك تريجري. طالما هو دفع في بابليك تريجري يبقى يحصل عندي انكريز ان بابليك تريجري، يبقى انكريز ان تريجري، يبقى انكريز ان اسيت. اذا يبقى التريجري هنا تبقى ديبت، يبقى ديبت تريجري. كريدت مين بقى؟ خلاص هو دفع الفلوس اللي عليه نقدا، اذا يبقى الحساب ده كانسل اللي هو كارنت اكونت اوف ديبت اماونت اندر ادجستمنت، تقفله. هو هنا ديبت اقفله فين؟ اقفله في الكريدت. يبقى اقول ديبت تريجري كريدت كارنت اكونت اوف ديبت اماونت اندر ادجستمنت بكام؟ 5000 اللي هو قيمه الشيك الايه؟ الثالث. يبقى انت عملت له اوبن هنا كديبت وعملت هنا كلوزد كايه؟ ككريدت بكام؟ 5000 جنيه. طب هو لو قال لك هنا ان هو دفع كاش ان تو سب تراجري لخزنه فرعيه، يبقى بدل التراجري هنا اقول ايه؟ كاش اندر ادجستمنت، ناديه تحت الايه؟ التسويق. كده خلصنا الشيكات. الوسيله بقى الثالثه والاخيره عندنا ثيرد كوليكشن باي بوستال اوردرز، تحصيل بواسطه الحوالات الايه البريديه عن طريق
البوست اوفيس اللي هو مكاتب الايه؟ البريد. بيقول لي هنا بيقول لي one at the receipt of the postal orders تحصيل الحوالات الايه؟ البريدية عن طريق البوست اوفيس مكتب البريد. لو انا حصلنا عن طريق مكتب البريد يبقى الكاش اللي في البوست اوفيس هيحصل له انكريز. لما انا بيحصل عندي انكريز في الكاش يبقى انكريز ان اسيد يبقى الكاش هنا بقى ديبت. يبقى اروح افتح حساب هنا ديبت اسمه كارنت اكونت كاش ات بوست ديبوزيتس. دي معناها او اسمها نقديه بالبريد ايداعات. اسمها نقديه او حسابات جاريه بالبريد. حسابات جاريه نقديه بالبريد ايداعات. يبقى امتى بفتح الحساب ده يا جماعه؟ لو انا حصلت عن طريق بوستال اوردرز عن طريق حوالات ايه؟ بريديه. اسمه كارنت اكونت كاش ات بوست حسابات جاريه نقديه بالبريد ديبوزيتس ايداعات. طب الايداعات دي تخص مين؟ بتخص الجوفرمنتال انتيتي بتاعتنا الوحده الحكوميه بتاعتنا. كريدت مين بقى؟ ريفينيوز. يبقى انت اي تحصيل سواء كاش او شيكس او بوستال اوردرز وترانسفيرز بيبقى كريدت مين؟ ريفينيوز. لان انت بتعمل كوليكشن لمين اصلا؟ للاوف ريفينيوز للايرادات. طبعا لازم تكون الريفينيوز هنا اللي هي ايه؟ سبيسيفيك تايب اللي هي محدده النوع يعني سواء تاكسز جرانتس اذر ريفينيوز وهكذا. طب قال لك اد ذا ريسيتس اد ذا ريسيت اوف ا شيك فروم ذا بوست اوثورتي for the value of the transfers or orders. بيقول لك عند استلام شيك من هيئه البريد وقيمه الحوالات دي الوحده الحكوميه بتاعتنا هتاخد received sheet from post office هتاخد شيك من هيئه البريد. طب ما احنا قلنا من شويه لما بقول received sheet يبقى اقول sheets under collection شيكات تحت الايه؟ تحصيل. طب احنا خدنا منها شيك يبقى خدنا كده حقنا. اذا يبقى هعمل انت كنت فاتح هنا الكاش اب بوست ده ديبت تقفله فين؟ في الكريدت. يبقى لما اقول received sheet from بوست اوفيس او بوست اوثورتي في الحاله دي هقول ديبت كاش اندر كوليكشن كريدت كارنت اكونت كاش ات بوست ديبوزيتس. يبقى لما received sheet يبقى ايه؟ increase in sheet يبقى sheet اندر كوليكشن ديبت. كريدت مين؟ تعمل كلوزد بقى للكاش اب بوست. هو كان ديبت هتقفله هنا فين؟ في الكريدت. بقى سهله اهو. قال لك add the receipt of a credit advice from the central bank for the value of the sheet. بيقول لك عند استلام اشعار ائتماني يفيد تحصيل الشيك من البنك المركزي. اذا يبقى الشيك اتحصل في البنك المركزي يبقى حسابنا في البنك المركزي increase يبقى current account of central bank increase in current account of central bank debit يبقى debit current account of central bank credit mean checks under collection اهي ادي الشيكس اندر كوليكشن انت كنت عامل لها اوبن في الديبت زي كوليكشن باي شيك اللي فات بالظبط انت بتفتحها على طول ابقى عامل لها اوبن فين؟ في الديبت. طب لما بيحصل عندي كوليكتد في السنترال بانك او بيحصل تحصيل في البنك المركزي انت كنت فاتحها ديبت تقفلها كريدت على طول اهي يبقى فانها كريدت شيكس اندر ايه؟ كوليكشن. لان انت هنا ما بتعمل لها ريسيفد شيك بتعمل انكريز ان شيك فبتقول شيك اندر كوليكشن. هنا انت عملت سند to central bank بعتها للبنك المركزي عشان تتحصل. اذا ما بقتش عندي يبقى حصل لها ديكريز فبقت فين بقى؟ في الكريدت. يبقى debit current account of central bank credit checks under collection. تعال نشوف كده مثال. بيقول لي حلوان يونيفرستي received 3 postal order for transfers as receipts for their revenues amounting to 1000 2000 3 respectively. يعني بيقول لي جامعة حلوان استلمت تلات حوالات بريدية كمتحصلات للريفينيوز لإيراداتها قيمتهم 1000 و2000 و3000 على الايه؟ على الترتيب. بيقول لي حلوان يونيفرستي ريسيفد ا شيك فروم ذا بوست اوثورتي استلمت شيك منين؟ من هيئة البريد او مكتب البريد فروم ذا فاليو اوف ذا ترانسفيرز اور اوردرز بقيمة الحوالات البريدية التلاتة. نمبر 3 حلوان يونيفرستي received a notification from the central bank stating the collection of the sheet. بيقول لي جامعة حلوان
استلمت إشعار ائتماني يفيد من البنك المركزي يفيد تحصيل الايه؟ الشيكات. طلب مني جورنال ايه؟ انتريس. طيب تعال نشوف كده اول حاجه. بيقول لي حلوان يونيفرستي ريسيفد 3 بوستال اوردرز، استلمت 3 حوالات بريديه كايه؟ متحصلات لايراداتها. طيب انا هنا هفتح حساب يا جماعه اللي هو كاش اب بوست في الديبت. ليه؟ لان الكاش اب بوست انكريز ان كاش اب بوست زياده مقادير البريد اللي هي الديبوزيتز، زياده او انكريز ان ديبوزيتز اوف كاش اب بوست، زياده الايداعات بالمقادير البريد فبقى الديبت. كريدت مين؟ انت بتحصل ايه؟ ريفينيوز، يبقى كريدت ريفينيوز. يبقى نمبر 1 عندي كرنت اكونت كاش اب بوست ديبوزيتز كريدت ريفينيوز. اه بكام بقى؟ بالتوتال اوف 3 بوستال اوردرز 1000 بلس 2000 بلس 3000 يبقى 6000. يبقى ديبت كرنت اكونت كاش اب بوست 6000 كريدت ريفينيوز 6000. نمبر 2 واللي حلوان يونيفرستي ريسيفد اشيك فروم بوست اوثورتي، استلمت شيك من هيئه البريد. طب لما انا اقول ريسيفد شيك يبقى عندي انكريز ان شيك اندر كوليكشن، يبقى ديبت ايه؟ شيكس اندر كوليكشن. كريدت مين؟ كرنت اكونت كاش اب بوست. ايه اللي حصل لها هنا؟ كرنت اكونت كاش اب بوست ديكريز، قلت او عملتها كلوزد فين؟ في الكريدت. يبقى ديبت شيكس اندر كوليكشنز كريدت كرنت اكونت كاش اب بوست ديبوزيتس اللي هي الايداعات بالايه؟ بالبريد. انت هنا عملت لها اوبن كديبت اللي هي كاش اب بوست. لما بنستلم ريسيفد شيك فروم البوست اوفيس، لما باخد شيك من البوست اوفيس، انت كنت عاملها هنا اوبن، كنت عاملها هنا اوبن اكونت الديبت سايد، فاتح حساب في الديبت سايد، هعمل له كلوزد فين؟ في الكريدت سايد. يبقى انت هنا عامل لها ديبت سايد، هتعمل لها كلوزد في الكريدت سايد. يبقى ريسيفد شيك يبقى ايه؟ انكريز ان شيك، يبقى ديبت شيكس اندر كوليكشن كريدت كارنت اكونت كاش اب بوست بكام؟ 6000 وهنا 6000. بيقول لي بقى حلوان يونيفرستي ريسيفد ا نوتيفيكيشن فروم ذا سنترال بانك ستيتنج ذا كوليكشن اوف ذا شيك. واللي خدنا اشعار من البنك المركزي يفيد وصول اشعار من البنك المركزي يفيد تحصيل الشيكات. اذا يبقى الكرنت اكونت اوف سنترال بانك، حسابنا في حساب الوحده الحكوميه في البنك المركزي، حصل له انكريز. انكريز بقى ديبت، لان اتحصل فيه فلوس بقى ايه؟ ديبت. كريدت مين بقى؟ كوليكشن او شيكس اندر ايه؟ كوليكشن. يبقى ديبت كرنت اكونت اوف سنترال بانك كريدت شيكس اندر كوليكشنز. طبعا هنا السنترال بانك انكريز بقى ديبت، وهنا طبعا كنت الشيكس اندر كوليكشنز هنا كنت اعمل لها اوبن اكونت ان ديبت سايد، يبقى هنا هقفلها او اعمل لها كلوزد فين؟ في كريدت سايد. يبقى ديبت كارنت اكونت اوف سنترال بانك كريدت شيكس اندر كوليكشنز ب 6000 وهنا 6000. وبكده تم الانتهاء من شابتر 3 اللي هو ريفينيوز او كوليكشن ان كاش، كوليكشن باي شيكس، كوليكشن باي بوستال اوردرز اور ترانسفيرز. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.